الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، لا زلت أتحدث عن الدواء والعلاج لهذه الفتن الحالكة الشديدة، فتن الشهوات والشبهات التي تعصف بنا في هذه الأيام. وأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم جميعا وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحدثت عن صدق الاستعانة بالله عز وجل، ثم عن الصلاة، وتجديد الإيمان بعد تحقيقه. وأود الليلة أو في هذا الصباح المبارك الكريم أن أتحدث عن دواء آخر من أعظم الأدوية، ألا وهو العمل بالعلم. قد لا ينتبه كثير منا إلى ما ذكرت، العمل بما توعظ به. شوف ما شاء الله كم استمعت طوال شهر رمضان إلى مواعظ تحرك الحجارة وتخشع لها الصم الصلاب، لأنك تسمع القرآن الذي يحرك القلب، الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيته سبحانه وتعالى. تسمع القرآن وتسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتسمع مواعظ السلف الصالح التي ترقق القلب وتجدد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أقول يا إخواننا، العمل بما استمعت إليه من المواعظ من أعظم أسباب الثبات في هذه الفتن. والله يا ريت شبابنا ينتبه إلى هذا. العمل بما تستمع إليه من المواعظ، العمل بالعلم، العمل بالقرآن، العمل بالسنة، من أعظم أسباب الثبات في الفتن. اسمع للقرآن، يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. حضرتك قرأت الآية قبل ذلك مرارا، لكن عاوز حضرتك تنتبه إليها النهاردة. ولو أنهم فعلوا، مشكلتنا يا إخواننا أن بونا كبيرا جدا بين أقوالنا وأفعالنا، أن بونا شاسعا بين المنهج التنظيري أو المنهج النظري والواقع العملي. والقول حين يخالف العمل تبذر بذور النفاق في القلوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، اللهم نجنا وإياكم منها، فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعائه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. عاوزك تتصور المشهد ده، فيدور بها أي بأمعائه كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك؟ إيه المصيبة اللي أنت فيها دي؟ ألم تك تأمر بالمعروف يعني في الدنيا؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه. أقول للناس صلوا وأنا مضيع للصلاة، أقول للناس زكوا وأنا مضيع للزكاة، كلوا حلال وهو يأكل الحرام، وهكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا خلى بمحارم الله انتهكها، وكان من أجرأ الناس على الله، ولا يستحي ولا يخجل من ربه ولا من نفسه أن يجعل من نفسه واعظا للآخرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا ارزقنا وياكم الصدق واجعلنا من الصادقين. يبقى القول إن خالف العمل بتبذر بذور النفاق في القلب، وكلما تمادى الإنسان في هذا السلوك المنحرف السيء، كلما عشعشت صفات المنافقين وخصال النفاق في قلبه من حيث لا يدري. لكن كلما امتثل العبد الأمر وعمل على قدر استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم، كلما عمل بما يوعظ به، كلما ثبته الله جل وعلا وكان خيرا له في دينه ودنياه. أن بعض الناس يتصور أن سماع الموعظة يكفي، بيجي بيسمع وبيستمتع ويقول لك ما شاء الله ده كلام جميل وكلام حلو وخلاص. لا، ده انت أقيمت عليك الحجة، ده انت ستسأل عن كل موعظة تستمع إليه وعن كل كلمة. وبعض إخواننا أسأل الله أن يهدينا جميعا قد يقلل من شأن الموعظة ومن قدر الواعظ المؤثر في قلوب الأمة، يقول لك فلان واعظ، رجل واعظ، تقال على سبيل التقليل وعلى سبيل التنقيص، فلان الفلاني لا ده واعظ. يا إخواننا الموعظة شرف، وأرجو أن ينتبه طلابنا جزاهم الله خيرا إلى أن سيد من وعظ هو المصطفى. أنت هتألف مولانا الشيخ؟ لا حاشا لله، فيش كلمة بإذن الله بدون دليل أبدا. قل لك خير من وعظ هو رسول الله، وسيد من حركت مواعظه القلوب والعقول هو رسول الله. يقول العرباض بن سارية، والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح، اسمع العرباض يقول إيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. شايف لفظ الموعظة تكرر كم مرة في صدر الحديث؟ وعظنا رسول الله، ما تصلي، صلى الله عليه وسلم، موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها عيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع. لا تحتقر الموعظة ولا تنتقص الموعظة ولا تقلل قدر الموعظة. وإذا رأيت طالبا من طلابنا وابنا من أبنائنا يرتقي المنبر وقد فتح الله عليه، أو يجلس بين الناس وقد فتح الله عليه، يبكي عيونهم ويرقق قلوبهم، فاسجد لربك شكرا أن هيأ الله في الأمة من يبكي عيون ويحرك القلوب من خشية علام الغيوب. سبحان الله. بيسأله أحد السلف له: يعني هل رأيت أحدا يعمل عمل الحسن البصري؟
فردوا قال أنا ما رأيت أحدا يتكلم يقول بقوله فكيف أرى من يعمل بعمله، أنا ما رأيت أحدا يقول بقوله فكيف أرى أحدا يعمل بعمله. اسمع بيقول إيه، بيقول والله لقد كانت موعظته تبكي القلوب وموعظة غيره لا تبكي العيون. والله لقد كانت موعظته، أي موعظة الحسن، تبكي القلوب، وكانت موعظة غيره لا تبكي العيون. وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، نائحة اللي بتبكي لأنها فقدت ولدها، لا يمكن أن يكون بكاؤها كبكاء النائحة المستأجرة التي تبكي بأجر، بفلوس، بمال، لا يمكن. لذلك أنا أعجب، الأخ بيذكرني الآن بأولئك الذين يؤلهون بشارا، من طلب من الخلق أن يبشروه فهو أن يؤلهوه فهو طاغوت، طاغوت. وأنا الحقيقة كنت عاكف في خواطر رمضان عن يعني عاوزين نجدد الإيمان والقلوب قست يعني من الحديث في السياسة وفي الواقع الدامي، لكن أنا ممن يعتقدون اعتقادا جازما أنه لا يجوز العلماء والدعاة إلى الله أن يكونوا في واد وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر، وأحمد الله أنه لا توجد قضية من قضايا الأمة إلا ونطرحها ونطرقها بفضل الله جل وعلا بما يجدد الإيمان في القلوب وبما يرد الأمة إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. ما تخافش، ما تخافش، من وصل إلى هذه المرحلة الذي يكلف فيها جنده أن يعذبوا أولئك المستضعفين ليؤلهوا هذا الطاغوت فلتعلم يقينا أن نهايته قد حانت، لأن الذي يتأله ويطلب من الآخرين أن يولهوه لا يمكن على الإطلاق أن يبقيه الله، لأن العظمة إزاره ولأن الكبرياء رداؤه، والله جل وعلا لا يقبل لبشر قط أن ينازعه في صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ما فيش حد بيستفيد حاجة يا إخوان، ما أنا قلت لك قبل كده اللي بيستفيد وبيتعظ بالآيات اللي بيخاف رب الأرض والسماوات أصلا، إنما أنت عمال تشوف الآيات أمام عينيك وما فيش أي تأثر، بل فيه تجبر وفيه طغيان وفيه تألق، ده دليل على أن القلب ميت خلاص. رب العزة يقول إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لمن خاف عذاب الآخرة. فذكر بالقرآن مين يا رب؟ من يخاف وعيد. سيذكر مين يا رب؟ من يخشى. لازم تبقى على يقين بهذا. فدول ما بيسمعوش الموعظة ولا بيقرأوا الموعظة فضلا عن أن يعملوا بالموعظة، وكثير ما هم. فالسماع لوحده ما يكفيش يا إخوانا. تحضرتك بقالك كم سنة بتطلب العلم، اللي بقاله 5 واللي بقاله سنة واللي بقاله 10 واللي بقاله 30 سنة، قل لك أنا تلميذ للشيخ فلان بقالي 15 سنة و20 سنة، جميل على راسي، بس هل ورثك هذا العلم خشية الله؟ هل ورثك الأدب؟ هل ورثك حب قيام الليل؟ هل ورثك حب قيام الليل؟ هل ورثك التواضع؟ هل ورثك بر الوالدين؟ هل ورثك الأدب مع الخلق؟ هل ورثك العمل للدين؟ هل ورثك الإحسان إلى الفقراء والمساكين؟ ما ثمرة العلم؟ هل عملت بالعلم؟ هل نعمل بالعلم؟ يا سلام، في أثر وإن كان في سند ضعف من باب الأمانة العلمية، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل، ووافق علمه عمله، أو ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم
ليغضب على جليسه إن تركه وجل إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. والله تسمع الأثر تاني، أنت معايا ولا نايم؟ ها صاحي؟ اسمع الأثر يا حملة العلم، اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل. بيسأله الإمام أحمد، بقولوا له يا إمام من العالم؟ فقال الإمام يا سلام يا الله على هذا الإمام، بقول ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية يا أرحم الراحمين. خلي بالكوا يا حبيبي، خاطب طلبة العلم النجباء، العلم مش بالرواية، العلم مش بالدراية، العلم مش بقلة الأدب ولا بسوء الأدب. طالب صغير والله العظيم ما نبت شاربه، والله ما نبت شاربه، داخل عليه في مكتبة من المكتبات العامة لقيته جالس بيشتغل في كتب الحديث، ففرحت جدا، سعدت به سعادة غامرة، اقتربت منه ما شاء الله فاتح ما شاء الله كتب الحديث، تعمل ايه؟ قال لي بحقق. قلت له حتة واحدة يعني ما بتخرجش؟ تحقيق حتة واحدة كده؟ قال لي بحقق. قلت له بتحقق ايه؟ بسطت جدا والله. فذكر حديثا في مسند الامام احمد، وبعدين فاتح الكتب، قلت له بس ده الحديث ده صحيح، حديث صحيح، تعب نفسك ليه؟ ما خلاص ما هو صحيح وانتهى الحكم عليه. قال لي مين اللي صححه؟ قلت له شيخنا الشيخ الألباني. قال لا معلش، وصل الألباني متساهل في التصحيح. ما شاء الله ما شاء الله على سوء الأدب، ده سوء أدب بالك. مسكت ودانه والله، قلت له في هذه الكتب دي ولد أخوك فلاح، ايه في هذه الكتب دي ولد؟ قال ايه في الكتب؟ قفل الكتب، سمع عادي سورة المطففين، اقرأ عليها سورة المطففين، اقرأ. قرأ كل آية، يغلط امسك ودنه، يغلط امسك ودنه، ودي سنة برضه، النبي كان بيفرك الودن، بس انا كنت بعمل بعنف شوية، كنت متضايق بصراحة. قلت له مين اللي علمك كده يا ابني؟ مين اللي ربك كده؟ بئسة التربية، بئسة التربية. أما تقول للألباني متسال في التصحيح وانت أقسم بالله ما انت حفظ جزئين ولا ثلاث أجزاء، ولا تعرف تفرق بين دليل ومرتبة دليل ومناط دليل ومجمل ومبين وعام وخاص ونسخ ومنسوخ، وتتطاول على الأئمة الكبار والأعلام، ويقول لك ابن باز مين وابن جاز مين وابن زلط مين وابن حجر مين؟ دي قلة أدب، ده سوء أدب. والله العظيم ده ربنا ما يبارك له لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله لن يبارك له الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. الصنف اللي عمال يتطاول على أهل العلم وعلى أهل الفضل ده صنف عديم البركة وعديم النفع، إنما الأدب يرفعك في الدنيا والآخرة. ما تختلف معايا، واختلف مع الشيخ الألباني، واختلف مع الشيخ ابن باز، واختلف مع الإمام أحمد، ما فيش حرج، بس بأدب تعرف قدرك وقدر الإمام أحمد، قدرك وقدر الألباني، قدرك وقدر ابن باز، قدرك وقدر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، تعرف قدر العلماء. إنما أنا عشان عرفت لي قرأت لي كلمتين شرشر نط أكل البط، أناطح بقى الأئمة دول؟ أقعد أنا بقى محمد حسن في مجلس أنا أرى، وأبو حنيفة يرى، بالراحة يا عم محمد حسن شوي، والله ما انت شايف حاجة، والله ده انت اعمل بصر البصيرة لما تحط راسك براس الامام احمد وابن القيم وابن تيمية وابن باز والالباني، والله تبقى اعمل بصر البصيرة. يا عم احترم نفسك شوي وتأدب مع الله شوي ومع العلماء شوي. يبقى العلم يا اخوانا مش بكثرة الرواية ولا بكثرة الدراية ولا انك تبقى مكلمنج من الدرجة الاولى، انما العلم الخشية، إنك تخشى الله، إنك تبقى مؤدب في الخلوة، إنك ما تتجرأش على محارم الله في الخلوة، إنك تتواضع للعلماء، إنك تجل. شوف والله العظيم يا أخوانا، وأنا بقسم بالله في يوم من أيام رمضان، ودي ليلة مرجوة، أقسم بالله ما تطاول طالب علم على عالم من علمائنا وإمام من أئمتنا إلا ويخشى عليه من سوء الخاتمة، والله وأنا بحلف. قال الحافظ ابن عساكر، كويس ذكرتني بقولة الحافظ ابن عساكر،
اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقص العلماء معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وأنا في السويس زمان 30 سنة، كل ما أحضر درس أحد الأحبة ليه ما تطلي، كل ما أقول حديث يقول لي ضعيف. قال يا ابني مش ضعيف، يقول لا ضعيف. طب يا سيدي هات اللي حسنه ولا اللي صححه على راسي من فوق، والله ما عندي مانع، ده أنا أشكر لك، لكن لا يترك درسا إلا ما يعكر صفو الدرس، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يعني مش عاوز أقول يعني دخلت سافرت السعودية ورجعت داخل محل قماش، لقيت واحد الأخ ده كان الشعر لحد الكتف والعصاية والتوب القصير، سمت السنة جميل جميل، بس سبحان الله ربنا رزقنا الصدق والإخلاص. وبعدين سبحان الله دخلت لقيت واحد واقف بدون لحية بس شعر زي ما هو، ولبس بنطلون وقميص مشجر، والله الذي لا إله غير في السويس في محل قماش معروف، ولقيت واقف يبيع ومشغل أم كلثوم. أنا أبص له هو يبص لي، هو عارفني بس أنا مش واخد بالي لا يمكن، فعمال بركز مستحيل يكون ده اللي في ذهني. فقال لي هو، والله كده، والله بكيت. تقول ليه ليه كده يا شيخ فلان، ليه كده يا أخي، أسأل الله أن يثبتني على الحق ليه. فاستحيا يعني كمتصور أن أنا يعني ههاجم وكذا، ليه؟ فقلت له يا شيخ فلان يا أخ فلان، أنا مش قلت لك في يوم من الأيام إن التطاول، لأنه كان متطاول قوي على الحافظ ابن حجر، على الحافظ ابن حجر رحمه الله، مش قلت لك التطاول على العلماء نهيت وحشة في الدنيا قبل الآخرة، فاكر؟ قال لي فاكر. قلت له طب بالله عليك ما تفكر في الكلام ده تاني، فكر فيه، اقفل بس التسجيل عشان عاوز أتكلم معك شوية. وقفل التسجيل وبدأت أكلمه، بكى تأثر، قال لي والله صدقت، والله العظيم أنا أعلم في قرارة قلبي ونفسي أن ما أنا فيه الآن من هذه الفتنة، أنا ما عدتش بصلي. قال لي ما عدتش بصلي، تركت الصلاة وتركت مجالس العلم وحلقت زي ما أنت شايف، مجرد ما يتعرض لفتنة يسقط لأنه ما قدرش أهل العلم وأهل الفضل. بقول له يا شيخ فلان، قال لي بقول لك إيه، ما تقول لي الشيخ، قول لي يا كابتن. قلت له يا ابو الكبات مفيش مشكلة يا سيدي، بس نتكلم واسمع مني تاني، القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل قلبه كيف شاء. فأنا بس يعني ربنا يعني ذكرني بهذا الآن عشان أقول لأولادنا وحبايبنا من طلبة العلم، مهما كان قدرك ومهما كان علمك ومهما كان وزنك، تأدب مع العلماء واعلم يقينا أنه لو لم يورثك ما عندك من العلم خشية الله ففتش عن قلبك وابحث عن قلبك، فأنا أخشى أن تكون ممن لا يحملون قلوبا في صدورهم. فتش عن قلبك، ليه؟ ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. خلي بال حضرتك على قدر علمك تكون خشيتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ارجع للأثر تاني ما نسيتوش، يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل.
لو أنا لقيت شيخ من المشايخ اللي قاعدين قدامي أو طالب من طلابي ساب المجلس بتاعي ده وراح جلس مثلا في مجلس لأخونا محمد صلاح أو للشيخ يعقوب أو للشيخ أبو إسحاق أو لأي حد من إخواني، أزعل وابقى غضبان وسبني ليه؟ هم دول أعلم منه ولا إيه؟ هذا أنا أطلب طالب علم قبله، ده هم كانوا لسه وأنا كنت خلق. إذا رأيت من قلبك هذا فاحبس نفسك في بيتك حتى تطهر قلبك، لأنك لست أهلا لتبلغ عن الله ورسوله. أنت مش شغل لله، أنت شغل لنفسك، شغل للأنا، شغل للهوى، شغل للمنصب والزعامة والمكانة، شغل للسمعة، شغل للرياء. من تعلم العلم ليجاري به العلماء، عاوز يبقى عالم بين العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. خبر أبيض، ده علمه مش هينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو في النار. ملوش قيمة العلم بدون عمل، ملوش أي قيمة. ده ربنا سبحانه وتعالى ذم اليهود، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل مثل بشع، كمثل الحمار، حمار يحمل أسفارا، حمار شيل أطنان من العلم ولا حاجة ولا ينتفع بيه. وخلي بالك ده مثل قرآني، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل كتب العلم لكنها لا تنفعه ولا ينتفع بها على الإطلاق. العمل بالعلم من أعظم أسباب الثبات على الحق والله العظيم يا إخوانا. طب تصور كده لو ربنا وفقك وأعانك على إنك تعمل بس ب50% من المواعظ اللي انت استمعت إليها طول شهر رمضان ده، 50% بس، كيف يكون حالك؟ كيف يكون قلبك؟ كيف يكون كلامك؟ كيف يكون بس تعمل ب50%، أقل من ذلك والله العظيم لو عملت بأقل من ذلك لصرت من أسعد الخلق في الدنيا والآخرة، لثبتك ربك سبحانه وتعالى. ما تسمع فضل الصلاة وتصلي، فضل الذكر وتذكر، فضل القيام وتقوم، فضل البر وتبر، فضل الإحسان إلى الوالدين وتحسن إلى الوالدين، كل ما تسمع حاجات الحطبة، كل ما تسمع موعظة أو معلومة في صلاة فجر أو صلاة تراويح وتقول هعمل. طب أنا النهاردة سمعت كده في صلاة تراويح من الشيخ فلان والأستاذ فلان، وسمعت في صلاة الفجر من محمد كذا، طب أنا هعمل. بس النهاردة أنا بعاهد ربي سبحانه وتعالى على إن كل يوم أطبق موعظة واحدة من بين مئات المواعظ اللي أنا بسمعها. طب ما تعاهد ربك على هذا، والله العظيم سيتغير كيانك، وسيتغير قلبك، وستتغير حياتك، وسيتغير منهجك في هذه الدنيا لتكون من أسعد الخلق في الدنيا والآخرة. بالعمل بالعلم، العمل بالعلم من أخبث صفات المنافقين، أنهم يتكلمون ولا يعملون، يظهرون بألسنتهم ما لا يبطنون، نفاق اعتقاد أو نفاق عمل. إنما المؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا بس ما ينفعش، وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هو ده شعر. إنما المنافق، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. منافق يصد، بيعرض عن الله جل وعلا، يعرض عن منهج الله. فالعمل يا إخواننا، عاوزين نعايد ربنا في أواخر أيام رمضان، أيام الخير والبركة والرحمة والمغفرة والرضوان. الله يجعلني وياكم من عتقاء من النار، ويجعلني وياكم من المقبولين الفائزين. نعايد ربنا على العمل، على العمل بما تعلمناه طوال هذا الشهر، وهو من أعظم أسباب تثبيت الله لك طوال العام. ربنا يثبتك بقى طوال السنة، ما يبقاش والله يا إخواننا في إخوة جالسين معنا الآن، والله
ما في فرق عندهم إطلاقا بين رمضان وأي شهر آخر في السنة، باستثناء بس أنه بيصوم يوميا في رمضان باعتباره فرض، لكن هو بيصوم برضه. إنما الصيام الفريضة ده في رمضان بس، لكن ما فيش فرق بين رمضان وبين غيره. وأنا أقسم بالله هناك من المسلمين من لو قيل له سيأتيك ملك الموت غدا والله ما وجد عملا يزيده على عمله، لأنه عمل كله مقسم تقسيم راقي عالي بين عمل للدين وعمل للدنيا وعمل للدنيا وعمل للآخرة بهمة عالية جدا. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. انت ربنا منن عليك تقدر تعمل اكتر من اللي انت فيه، يبقى لابد ان تعمل، تعمل للدين، تتحرك. ما تقوليش بقى مولانا بس انا مكسوف. ليه؟ انا راجل مذنب. طب انا مذنب والله العظيم، والله العظيم كلنا خطاء والله. صح في تفاوت في المعاصي، في معاصي ظاهره في معاصي باطنه، في معاصي جوارح ومعاصي قلوب، بس كل بني ادم يا حبيبي زمن العصمة انتهى. يوم ما دفن سيدنا النبي دفنت العصمة، خلاص ما فيش عصمة لبشر على وجه الأرض بعد رسول الله، ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فيش عصمة لحد. طب كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنا رجل عاصي، ما ينفعش يا مولانا يعني أكلم وذكر الناس بالله وأمر بالمعروف وأنا عن المنكر. شعور جميل، شعور جميل أنك تحس بالخجل أنك مقصر مع الله تبارك وتعالى، وما ينفعش تبلغ وأنا مقصر. ده شعور في حد ذاته من أرقى المشاعر ومن أنبل العواطف. بس بقول لك تاني، لا تضف إلى ذنبك ذنبا آخر، ولا تضف إلى تقصيرك تقصيرا آخر، بل تحرك للعمل الصالح وتحرك للدين مهما كنت مذنبا أو عاصية، حتى لا تضف لتقصيرك تقصيرا جديدا. وبعدين المعصية يا حبيبي، وهختم بذي، ما تديناش أجازة مفتوحة عشان ما نعملش للدين، ما تديناش أجازة مفتوحة عشان ما نعملش للدين. أنا مستحى أتحرك للدين لأن أنا راجل مذنب وعاصم وقصر. لا، المعصية لا تمنحنا أجازة مفتوحة حتى لا نتحرك لدين الله جل وعلا، بل يجب عليك أن تتحرك وما يدريك لعل الله يجبر كسرك ويغفر ذنبك ويستر عيبك بتحركك لدينه تبارك وتعالى. يا سلام لما ربنا يهدي واحد على أيديك، نعمة كبيرة لك أجره. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لو انقص ذلك من أجورهم شيء. أختم بالقصة الجميلة دي. أبو محجن الثقفي، أبو محجن الثقفي رجل فارس، رجل بطل، ينزل أرض المعركة يغير الدف على طول، ينزل ملثم يغطي وجهه وينزل يغير الدف، هو بطل مغوار. فموقعة القادسية، أبو محجن الثقفي خرج مع سعد بن أبي وقاص للقتال، بس سبحان ربي، أبو محجن رجل ضعيف جدا أمام الخمر، لا حول ولا قوة إلا بالله. معقول الكلام ده مولانا؟ آه، رجل أما بيشوف الخمر يضعف، يضعف أمام الخمر، لازم يشرب خمر. ومع ذلك لما سمع يا خيل الله يركبي حي على الجهاد، خرج للجهاد. ماشي، أنا رجل باخ مرجي ورجل بتاع خمر، وانت مش مكسوف من نفسك وتحرك الجهاد؟ ما تحرك لعل الله أن يجبر كسرك وأن يستر عيبك وأن يثبت قلبك وأن يطهره، حرك للدين. فخرج أبو محجن، وهناك في أرض الميدان ضعف وشرب الخمر في أرض الميدان، فأخبروا سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر سعد بحرمانه من المشاركة في المعركة وبسجنه حتى يعود إلى المدينة النبوية، لأن الحدود لا تقام في أرض العدو، حدود ما تقامش في أرض الأعداء. وسجن أبا محجن وقيده بالقيد، وبدأت المعركة يوم ورا يوم ورا يوم، وسعد بن أبي وقاص أصيب بالدمامل، ثمامل ملأت جسده فلا يقدر على القيام. وهذا الأسد المغوار سعد رضي الله عنه ما رضاش أبدا يبعد عن ساحة المعركة، قال خلاص أنت مريض وليس على المريض حرج، أبدا مش مع الأبطال ولا الفرسان، وإنما أمرهم أن ينصبوا له عريشا في أعلى مكان يطل على ميدان المعركة. ونام سعد بن أبي وقاص على بطنه وظل يصرخ في جنوده ويدير دفة المعركة وهو على بطنه حتى لا يحرم شرف الجهاد، سعد رضي الله عنه. وبعدين
أبو محزن نكفي قيدي في سجنه، كل ما يجي يسمع صوت الخيول وضرب السيوف والرماح ويقوم عاوز يشارك، القيد اللي في رجليه واللي في ايديه يقول له أنت محكوم عليك بعدم المشاركة لأنك رجل صاحب خمر، فيبكي. فرأته امرأة سعد بن أبي وقاص فرقت له فاقتربت منه، فرآها قال أسألك بالله يا سلمى أو يا سلمى، أسألك بالله فكي قيدي وأعطني فرس وسلاح سعد، ولله علي إن نصرنا الله عز وجل وأبقاني أن أرجع إلى سجني لأضع قيدي في قدمي بيدي مرة أخرى. فرقت له امرأة سعد وفكت قيوده وأعطته فرس سعد الباء وأعطته سلاح سعد، ولثم أبو محجن وجهه واندفع في أرض المعركة يبحث عن الموت والشهادة لعل الله أن يطهره من كل عيب مضى ومن كل ذنب سلف، وغير دفة المعركة حتى قال سعد من هذا؟ والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه أبو محجن، ما هو قائد وعارف، ولولا أني أعلم أن البلقاء فرسة في مكانها لقلت إنها فرسي إنها البلقاء. فقالت له امرأته صدقت يا سعد إنه أبو محجن وإنها البلقاء ولقد كان من أمره كذا وكذا وكذا. فبكى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورق جدا لأبي محجن. فلما انتهت المعركة دخل أبو محجن إلى سجنه ووضع القيد في قدميه بيديه ونكس رأسه وجلس يبكي. فدخل سعد بن أبي وقاص فرآه منكسا لرأسه يبكي، فرق له سعد وبكى، وانحنى سعد ليفك قيد رجليه بيديه وهو يقول له يا أبا محجن والله لا أجلدك بعد اليوم أبدا. فبكى أبو محجن ورد عليه وقال وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا. بركة الجهاد في سبيل الله، بركة الحركة للدين، وبركة التحرك إنك تتحمل هم الدين وتعمل لله عز وجل، والله سيثبتك ربك، والله سيثبتك ربك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم أتمم على أهل ليبيا النصر والتمكين وارزقهم الرحمة وحقن الدماء وستر الأعراض يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم نجهم من الظلم وعصابة الظالمين والطغاة المستبدين يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لهم النصر والعز والتمكين، اللهم احفظهم واستر نساءهم واستر بناتهم واحفظ شبابنا وأولادنا هنالك يا أرحم الراحمين. واحفظ أهلنا في اليمن، واحفظ أهلنا في اليمن، واحفظ أهلنا في كل مكان، واجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله أن يحفظني وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة.